اليومين اللي فاتوا الدنيا اتقلبت على واقعة هي الأغرب من نوعها. أب قرر يأجر اتنين علشان يخطفوا بناته من طليقته، وده بعد ما حصل بينهم خلافات أسرية. كاميرات المراقبة من أول الثانية كشفت المستورة وصورت الأب لحظة وصوله للعمارة اللي فيها بناته ومعاه شخصين استعان بيهم علشان يساعدوه إن هو يخطف بناته. وفعلا الأب فضل فترة كبيرة يراقب العمارة واستغل فرصة وجود بناته الاتنين جوه الأسانسير لحظة ما كانت الأم موجودة في الشغل، ودخل الأسانسير وخطف البنات بعد ما حاول يخدرهم في مشهد بشع جدا. كاميرات المراقبة رصدت لحظة خروج الأب مع بناته والاتنين اللي معاه، كل واحد خطف بنت منهم. وأول ما خرجوا عند باب العمارة بدأ حارس العقار يسأل الأب البنات مالهم وبيصوتوا ليه، وهنا الأب قال لهم إن البنات عندهم حالة تسمم وتعبانين وهياخدهم يكشف عليهم. والاتنين اللي مع الأب كل واحد فيهم أخد بنت وجري، بس قدرت بنت منهم تقاوم الشخص اللي خطفها بمساعدة والدها لحد ما هو ضربها على دماغها وسابها وطلع يجري، في حين إن الجيران اتدخلوا وأنقذوا بنت من البنات، لكن الأب قدر يخطف بنت بمساعدة الاتنين اللي كانوا معاه وياخدها ويسافر بيها لإحدى الدول العربية. طبعاً المشهد اللي بوصفه لكم ده قدر الكاميرات المراقبة ترصده من أول لحظة فيها لحد هروب الأب ومعاه الاتنين اللي بيساعدوه في خطف بناته. حارس العقار كشف لموقع بصراحة مفاجآت كبيرة في الحادث ده، ومنها أن الأب بقاله فترة كبيرة جداً بيراقب العمارة ورايح جاي على طول، وأنه حاول يخطفهم أكتر من مرة بنفس الطريقة. لا، هو جه مرة قبل كده حاول يخطفهم في شهر 3، لدرجة أن هو كان هيموت واحدة منهم. قال كمان أن منظر البنات وهم مخطوفين كان صعب جدا، والله حالتهم صعبة، بس قدر الأب ان هو يخدع الناس بان البنات تعبانين. لا لا، ده هم عندهم حالة تسمم. حارس الأمن في أول ظهور لي مع موقع بصراحة ورانا الأسانسير اللي حصل فيه الحادث ده، وأكد إن الأب ما كانش يعرف إن في كاميرات مراقبة وإلا ما كانش حاول يخطفهم في المكان ده. طبعاً كل اللي بيقوله ده ما يخطرش على بال حد، وفور انتشار الفيديوهات حصل قلبان على السوشيال ميديا اللي روادها طلبوا بضرورة القبض على الأب ده. وفعلاً الأجهزة الأمنية استجابت في ثواني وقدرت إنها تقبض على الشخصين اللي كانوا مع الأب، ونشرت فيه لحظة هروب الأب من البلد في أحد المطارات، والكاميرات اللي في المطار رصدت هروب الأب ومعه بنت من بناته، والمفاجأة إن البنت كانت ماشية جنبه عادي مش باين عليها أثر الخطف. وأكدت في بيان نشرته إن الواقعة حقيقية مش مجرد شائعات على السوشيال ميديا، وإن الأم فعلا عملت بلاغ باختطاف بنت من بناتها وما ذكرتش أي معلومات تانية. ولحد الآن ما زال الأب هربان ومعاه بنت من البنات في واقعة هزت الشارع المصري اليومين اللي فات. وفي النهاية قول لنا رأيك في الواقعة ووجه كلمة للأب.